احنا في صراع دائم مع تجار الخردة، والسبب لان معظم المنقصات الحكومية كانت بتنزل من غير اي نوع من انواع التعليمات ان لازم يكون بتتباع المخلفات لجهات معتمدة. فالحمد لله احنا قدرنا نتخلص على الموضوع ده، بس لكن في جهات كتيرة جدا لسه بتتعامل مع تجار الخردة، وهم طبعا دي اساس المشكلة. فلابد ان يكون في تكاتف ما بين الوزارات، وان يبدا يحصل تنميه لهذا القطاع، وان مصانع كتير تفتح في هذا المجال علشان نقدر نحصل يبقى عندنا صناعه لتدوير المخلفات الالكترونيه في المستقبل ان شاء الله. في ريستريكشن كتيره جدا على موضوع تداول المخلفات بالذات مع الدول العربيه والافريقيه، انما بره في اوروبا هم بيرحبوا بيها جدا لان دي مصدر للدخل، وبتدخل دخل كبير جدا. يعني احنا لما بنبقى عايزين نحصل على البريشس ميتال او المعادن النفيسه، بنبعت الاجزاء الخاصه بالمعادن النفيسه دي لالمانيا وسويسرا، ودول اكتر بلاد عندها موضوع المخلفات الالكترونيه ده موضوع مهم جدا. فهم بيعملوا بيزنس كبير قوي قوي من الموضوع ده، وفي سنغافورة كمان في مصانع كتيره جدا قايمه على هذا الموضوع. فهي صناعه واعده، ولكن احنا بنبدا الخطوات الاولى ان احنا نخش في هذا المجال. القانون ما بيلزمش الشركات اللي هي الكبيره، المفروض يعني نبدا بالشركات وننزل على الافراد. المشكله مع الافراد ان الافراد للاسف ما بيتخلصوش من المخلفات الالكترونيه بتاعتهم خالص. يعني حضرتك هتلاقي عندك الموبايل بتاعك اللي هو من 50 سنة ومن 20 سنة، كلنا بنخلي كل حاجة إلكترونية، عندنا الفي سي آر القديم، عندنا كل الحاجات دي ما بنتخلصش منها. ده مضر للبيئة، فلازم طبعا نحاول نقنع الناس ان هي تتخلص من الحاجات دي. فده على مستوى الأشخاص. على مستوى الشركات لازم يكون في إلزام، والقانون بيلزم ان الشركة مثلا اللي فيها مثلا فوق 100 موظف ان جميع يوري ازاي انه بيتخلص من المخلفات الالكترونيه بشكل قانوني. احنا المفروض نظريا نعمل 30,000 طن في الشهر. 30,000 طن، احنا دلوقتي شغالين مثلا ب 25% كاباسيتي. المصنع فيه خط انتاج واحد هو اللي بيستطيع يعمل الموضوع ده. المصنع على مساحه 4300 متر، وتم طبعا افتتاحه من وزير الاتصالات السابق ومحافظ الجيزة ووزيرة البيئة. فالمصنع معمول على اعلى مستوى، احنا شغالين بنسبة تشغيل 25%. فطبعا لو زادت النسبة اكيد هنبدأ نشوف ان احنا ندخل حاجات تانية في المصنع عشان تحسن من الكواليتي بتاعة استخراج المعادن النفيسة.